الوليد امام دايو الكوري، وخسر كذلك في 2012 امام فريق نادي طمع الأرسان. والتسديده وادي امامنا الاعاده، ادي الكره من اللاعب الجديد ليوناردو عمر السومة، استلام حلو قوي، ادي صالح ولكن عين زملائه ليوناردو بيخش دايما يقطب لجوه، يعملها بينيه في اتجاه عمر السومة، لكن صالح يا ولد، ليوناردو جول. السيمفونيه عاملها النادي الاهلي، بص شوف الاهلي بيعمل ايه يا ولد يا صالح. تمريره صالحه من في الدقيقه الثانيه، وليوناردو في الدقيقه 58، وهنا يسجل الفريق. امامنا اهي الكره الثابته، اتلعبت الكره الثابته من بشار، وادي امامنا هنا يكمل 2 اهلي السعودي في هذا اللقاء حتى الان. ضغط من الفريق الايراني، خطره جدا، جودوين مانسوف في التعادل في الدقيقة 84. معدل اللياقة عند الفريق الإيراني هو اللي أعاد الفريق الإيراني